كمان معاكم لقصة تانية الحقيقة، القصة سنوية جميلة وبيحرص الألاف من المصريين في المشاركة فيها. طبعا عشرات الألاف المصريين وأبناء الطرق الصوفية احتفلوا بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب أم هاشم أيضا، وبنت بنت النبي، وكل الناس كانوا أيضا موجودين هناك ومارسوا طبعا التقاليد المتعلقة دائما بالموالد المصرية، سواء ما يتعلق بالرقص الصوفي أو بتوزيع المأكولات أو كمان بالاحتفالات بأشكال مختلفة. وكان أيضا ليلة ختامية ربما شارك فيها الألاف من المصريين، وكانت السنين اللي فاتت كلها شوية كان يعني الموالد كانت قلت عليها أو نسب الحضور فيها شوية نتيجة الأحداث والظروف الأمنية، لكنها عادت بقوة مرة تانية كمظهر احتفالي مصري وتكريم من المصريين لأهل بيت النبي. في أجواء لا تختلف كثيرا عن الأعياد، احتفل الآلاف من المصريين وأبناء الطرق الصوفية بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب، حيث امتلأ المسجد عن آخره. مرحب بالهاشمية زينب بنت الإمام، اللي يمشي في حبهم لا يتعب ولا يضام. مولد السيدة زينب تملي إن هو عن الحبيب المصطفى، أولاد الحبيب المصطفى، يعتبر إن هم الدرع الوحيد اللي الحبيب المصطفى من اوله. دي حاجه موروثه من زمان، الناس اللي هي منكره على حب اهل البيت يبغضهم حضره النبي صلى الله عليه وسلم. الطرق الصوفيه المنتشره بالشوارع المحيطه بمسجد السيده زينب نظمت حلقات صوفيه وذكرى، كما قامت بتقديم الطعام والشراب للفقراء ابتهاجا بمولد السيده زينب. من العراق ومقيم حديثا بمصر، المناسبة هذه للمرة الأولى أنا أحضرها. يهمني أول مرة أني أتعايش مع الوضع المصري. المسألة بالنسبة لي مفاجأة. أنا عارف المصريين عريقين بجذورهم حتى بأفكارهم ومفاهيمهم، بس جمع المعاصرة بين أن يحضرون بتوقيت ما كان بغض النظر عن الدين، الكل حاضرين هنا وكأنه يمثلون أمة بشكل أو بآخر، متفقين على هدف واحد هو إحياء ذكرى عزيزة عليهم. هاي العملية فاجأتني أنا، فيدلل بشكل أو بآخر عن استعداد فطري للمصريين بأن يتوحدوا حول أي رمز محترم. إدارة المسجد أقامت أمسيات دينية ما بين قراءة القرآن والابتهالات الدينية، كما شهد مقام السيدة زينب زحاما شديدا من قبل المريدين الذين قصدوا مقامها. جاي من السودان، بنحس بالشراح ونفسيا كذا، الواحد بيكون نفسيا كذا مرتاح. وعاش على الشعب السوداني والشعب المصري. منشد ديني وعضو قبط الانشاد الديني وعضو فرقه الانشاد الديني بدار الاوبرا المصريه. انا تعلمت المقامات على يد الشيخ محمود ياسين التوامي، ومن هنا كانت البدايه يعني. أنكرم ببنتي رسول الله فاطمة على الحبيب يرضي ويخلي حاليا. ميدان السيدة زينب شهد حالة من الاستنفار الأمني لتأمين الاحتفالات، وأغلق رجال المرور الميدان والطرق الرئيسية، وتم تحويل السيارات إلى طرق بديلة نظرا لشدة الزحام. عمار يا مصر والله. عمار الزحام بيقولوا يعني جزء مهم من تاريخنا وثقافتنا وحضارتنا، فدايما نقول مدد يا أم هاشم يا أم العواجز يا بنت بنت النبي. صحيح.